بعين كبو تركي. الله يخليها لك. الله يجزاكم خير يطول عمركم. الله يرحمه يا ابو مليح. اول شيء الله يبيض وجهك، انا والله ودي ما اتكلم لان يجي ابو بخيت. انتظر لين يجي. لكن خليه يجي. رشيد شوف شوف شوف. تاسع. لا لا اسفه له واستانس، واليوم الجدول غير مره. يا رب يطول عمركم. مقرفه. الله يبارك فيك. شوف شوف وجهه. انجبر استاهل ابو راجح. حرام عليك. الله لا يهينكم يطول عمركم. تعال يا محمد تعال. طيبين سيف الحال الله يسلمك. جبر البارح ما ادري ايش جاء عندكم، جاي احداث البارح ضميانه خليها تشرب جاكم ايه الرجال نطونا من العشاء عندنا وعاينكم نص ساعه هو كاتم الصوت ما اشوف الا ايديكم قلت له جا وقعه ايه احنا شفته على طريق خصم ما ايه وما له 300 مخلد ضبطهم معطيني 300 300 هو على طاري 500 خصم عشان الكنب هو الكنب ولا نبي لي كاس لا اليوم كاس لا والله ما كسبت شيء سبحان الله على اشباه خليها تشرب تشرب من المليم خليها خليها اسمع ايه عطوا ايه يا جبر عطى عطى بشاهي الشايب جبر فكه فكه اتركها خلها تعال اوكي والله فكه عطى بشاهي الشايب ترى مو حصان هو اي والله فكه فك الحبل خلوا براجع جبر فك الحبل فك عشان تختنق نقول ان شاء في شيء ايوه الله يجزيك ابو عبد الرحمن احنا حطينا في الغرفه دي حقت مكي الله يسلمك في طول حياتك الله يجزاك خير يوم من الايام ذا الليل ذا الليل خالص وين شو محمد؟ والله ما في هذا خله اليوم قبل اسبوع اول تخيل مرحبا محمد هذا اسبوع جوت وين وانا افكر قلت اجي باخذ مكان سريره هذا اللي تفكر فيه يا الله خير كان في السرير ازين لك يا رجال انسان مرزي والله مبروك السفاره الله يبارك فيك الله يبارك فيك ايه خذيت سفير دريت؟ ايه دريت كيف رجل مناسب في المكان ذيك على البث اثنين عين فيه اثنين مو بواحد ها؟ خصم كنت اسلم عليك اليوم يا ابو مفلح الله يسلمه من كل شر يا ابو مفلح بس انكم هو حضر احد عنده عشان تسلم سته ما جاب سته والله ابو هشام جانا قال يسلم عليكم كنت وصل السلام بس ابو مفلح رجع له سته لبيك رجال نفسيه ظالم اليوم قلت ما جاء انت سعد الا بحاجه ابشر بسعدك انت هاد في الغرفه تعقول بس ابشر بسعدك اذا قلت هدينا الامر بسيط اذا قلت هدينا فابشر بسعد سامحتكم كلكم لا خذ اليد وخليه يجي زين اذا فكرك اذا فكرك بيات ابشر طيبه وبخير وسلم عليكم جميع ويلا الله يسلمه من كل شر الله يعينكم يطول عمركم جميع صدق اني كان انس لبيك عندي شغله بس اجاها الحين عملتها في ابو ستانس يا ربي خليها لك غلامي الله يشفيك ويقوم بالسلامه غلامي لما الله انا مي بامك لحالك ولا يفجعكم عليه قول يا لما الله مي بامك لحالك امين كان هذا جعل ربي يطول عمركم فكت الحبل وكيف صحتك؟ شكوها جات طيب وجهه تقول وجه ابدا اصبر يا اخي شوي لا علمك ما مداني يا الله يكل عافيك اهم ابو بركه بعد هذا ابو بركه تم تم والله واضح يضرب وجهه جمع الشباب الرياض شقلب شقلب يا صدصد شقلب انا قاعد اقول اطلع 24 ساعه 23 ساعه شقلب شقلب ليه مستنسي ولا عطك اذبح شقلب وين اربط في الشاه عبد الله بندر قبل ورا الشاه تسحبه مو اللي يسحبها قالت اول مره اشوف الشاه انت يا حق شاعر والله لو يشد حيله يصير حمار ترى عبد الله يدري الربع ترى عبد الله يدري الله يدري هذا بغى يكشفني نواف كنت داخل انت في الاعداد؟ لا وين؟ وين وين شفت وين؟ ها شيء عاين فيني يجزني من اليوم لا انا انا بس الموضوع لاني شفت توسع على الهنسير قلت ابعد من الموضوع مره ثانيه انا متوسع بدي اطلع خلني لحالي لبيت؟ على اذان الفجر وانت تصلون الفجر او قبلها شوي انا والله حسيت انه مغلب بس قلت حتى ابو محمد ما يدري قلت مغلب من ابداح نفسه يقول لا دائما ما يكلمنا الا بكلام مواضيع جديه والله اني جدي واني ما عودكم على مواضيع جديه ابو مفلح ترى شخص مناسب شوف على الناس وين مقلب والله العز اللي سلمت يا رب يسلمك ويوم طالع هنا ما كان صح والله ما كان يسوي مقلب شي شي شي